الرحيم أيها الإخوة المتابعون، تستمر هذه الانطلاقات، نستمر مع حضراتكم متابعين ما يدور في هذا الشوط السابع عشر المنطلق خصب الإبكار. إخواني المتابعين، عندنا اليوم 20 شوط في الفترة الصباحية، وأيضا في تمام الساعة الواحدة سنبدأ مع أشواط الرموز، الأشواط الرئيسية الخاصة باللقاية هناك أشواط الرموز. توقيت الأميز مخرجنا أحمد السادة، توقيت بلشة القادمة مع المجازف، قادمة من منازف للمشاركة وتحقيق ناموس صباحي مميز. توقيتها 7:36.75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد محمد بن سيف بن زيتون المهيري، من حقق النقطة الأولى وحصلت على السيارة الثمينة الغالية في هذا المهرجان الغالي. أتابع ما يدور في هذا الشوط وهذه الأعداد المزدحمة والمنطلقة، أتابع من تحتل للمركز الأول، من تحتل للصدارة. مختار مبارك بن عبد الله بن سويدان العامري مع المركز الأول ومع الصدارة الشوط المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظة تقدم وانطلاق لهملولة حمد بن بطي الغفري، هذا زميلنا حمد بن بطي الغفري اللي اخذ سيارة امس في الفترة المسائية مع سن الحقائق. المهندس حمد بن بطي حقق ناموس في هذا المهرجان، وايضا اخيه المرجع في عالم الاصايل هلال، اخونا هلال. المركز الثالث اخواني المتابعين، المركز الثالث في هذه اللحظة رقمها 49، تواصل لاسم جديد، وهذه بلشه حديب بن سعيد بن علي الجربوعي المري. المركز الرابع في هذه اللحظة، المركز الرابع رقمها 83، اللي تحتل المركز الرابع الذيبة أحمد بن بطي بن سيف السبوسي. والمركز الخامس، المركز الخامس في هذا الانطلاق الوثبة، أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي. هذه إخواني المتابعين المراكز المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط المليء بالأسماء والشعارات الحاضرة، المليء بالشعارات الحاضرة والشعارات المنطلقة، شعارات حققت ناموس معنا في هذا في هذا في هذا المهرجان، وحققت ايضا نواميس هناك في دولة الامارات في الكبرى وفي السباقات اللي صارت في دولة الامارات، ايضا فارس الخليج في المرموم. نعم، اعود الى مجريات الشوط والى هذه الكتلة المميزة، اربعة اسماء في موقع واحد، شوفوا المنظر الجمالي. مخرجنا احمد السادة يقدم من خلال عدسات قناة الريان الناقلة لهذا الحدث الكبير، شوفوا المنظر الجميل لهذه الأسماء، شوفوا العدسة اللاقطة هنا من أرضية ميدان الشحانية حيث تتواصل هذه الشعارات المميزة باحثة عن تحقيق الناموس. غير شعار الغفلي، شعار المهندس حمد بن بطي الغفلي مع هملولة القادمة في هذه اللحظة الباحثة عن الناموس. يا سلام يا سلام، ينطلق ويبحث عن تحقيق ناموس آخر. الله، قادم بقوة حمد بن بطي الغفلي لهذا المهرجان، قادم بقوة. نعم، داخل في عالم رياضة الهجن من أوسع أبواب. نتمنى لك التوفيق أبو بطي ولإخوانك المشاركين. الجانب الآخر يحمل اسم جديد، اعتبار محمد بن ياسر بن علي العفاري، قادم من الوثبة، وهذه انطلاقة اعتبار. المركز الثاني وصيفة حيي بن خلفان وحجي بن خلفان بن محمد الهامري. المركز الثالث هذه هملولة حمد بن بطي الغفلي. المركز الرابع من الجانب الآخر ظهور اسم جديد، وهذه رقمها 40، تنطلق بالمركز الرابع واسمها مختار مبارك بن عبد الله بن سويدان العامري. المركز الخامس تدخل لرقم 91 في هذه اللحظة. يا سلام يا اخوان، شوف
وهذا التجمع الكبير اختلطت الأمور بعضها ببعض علي. وأعود إلى المركز الأول بعد أن تجاوزنا لوحة 1200 رقم 88 تحت للمركز الأول. وهذه الشهنية حمد بن عبيد الخيالي بالمركز الأول في الصدارة، في المركز الأول وفي الصدارة صدارة هذا الشوط. يا سلام الناموس، لوحة واحد، لوحة خطيرة جدا 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 للمشاركين. بدأنا 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 في هذه اللحظة مع من تحتل المركز الأول، الشهنية حمد بن عبيد الخيالي بالمركز الأول تنطلق، والمركز الثاني ذيبة سعيد من قشاط الشامسي، والمركز الثالث يا سلام درب درب في هذه اللحظة. خلوا لنا درب يا أخوان، خلوا لنا درب، خلونا نشوف اللي متجاوزة والعابرة والمنطلقة في هذه اللحظة، من انطلقت في هذا الانطلاق المميز. هنا وصول العفريتة خليفة بن صالح بن ناصر بن عبد الله العطية، ومع المركز الثاني تندفع وتنطلق، وهملولة حمد بن بطل وخلي بالمركز الثالث وتجاوز لاسم جديد. وهذه مصيحة فاضل بن ظفر الهاجري، والمركز الرابع الذيبة سعيد بن قشاط الشامسي، ولكن مع مقدمة الشوط مع العطية 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 مع العفريت العفريت. الموقف خطير يا خليفة يا خليفة يا بن صالح يا بن صالح. هنا الذيبة الذيبة سعيد بن قشاط من سعيد الشامسي تحتل الذيبة المركز الأول وتنطلق، وبن ظفر يحاول باللحظات الأخيرة بالفعل فوز الذيبة بالمركز الأول. سعيد بن قشاط من سعيد الشامسي دارينا والناموس للشامسي، وانهى الوثبة على فوز الذيبة بالمركز الأول. المركز الثاني العفريت لخليفة بن صالح بن ناصر بن عبد الله العطية، والمركز الثالث المركز الثالث مصيحة فاضل بن ظفر الهاجري، والمركز الرابع المركز الرابع رقمها 64 من احتلت المركز الرابع وهي شقرة رفيع بن سميحان بن حمدان الشمري. والمركز الخامس المركز الخامس هذه الشهانية لحمد بن عبيد الخيالي. اخواني المتابعين هذه الذيبة 7 45 56 جزء من الثانية، الذيبة من فازت بالمركز الاول، الذيبة للسيد سعيد بن قشاط بن سعيد الشامسي، وهذه اللي بالمركز الثاني العفريت 7 دقائق 46 ثانية 30 جزء من الثانية العفريت لخليفة بن صالح بن ناصر بن عبد الله العطية. تهانينا للعطية 7 دقائق 47 ثانية وفاء وتماما وكمالا. توقيت مصيحة بشعار فاضل بن ظفر الهاجري ابو ابراهيم من فاز بالمركز الثالث. تهانينا والناموس لكل الفائزين. اذا انتهى هذا الشوط، تبقى عندنا 3 اشواط ان شاء الله.